كملي على الهاتف سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. يعني سعادة السفير، كيف قرأت جلسة الحوار الاستراتيجي وكيف قرأت الكلمات، سواء كان كلمة وزير الخارجية المصرية أو كلمة وزير الخارجية الأمريكية؟ يعني أنا أقدر أقول كده من القراءة المبدئية إنه في قدر كبير من التوافق في مش هقول لك في الرؤى، ولكن في السياسات المصرية والأمريكية، بمعنى إنه أمريكا أصبح لديها يمكن تفهم أكبر لوجهة النظر المصرية بأن الإرهاب لا يمكن إن هو يكون مكافحته بشكل انتقائي، ولكن لازم تكون بشكل شامل، وإن المنطقة بتتعرض لمخاطر شديدة لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق يعني سياسة واحدة واستراتيجية واحدة وتعامل واحد مع هذه الجماعات. بنفس الوقت إشارة جون كاري للقناة السويس ومدى يعني دورها في خدمة الاقتصاد العالمي، ده بيعني أيضا أن هناك يعني نوع من الاعتراف بأن مصر بتعود مرة أخرى للعب دورها سواء كانت السياسي أو الاقتصادي بحكم موقعها وبحكم يعني سكانها وبحكم تاريخها وبحكم قوتها العسكرية. أعتقد أنه نقدر ندعي أنه هناك اختلاف في اللهجة الأمريكية، اختلاف كبير في صالح علاقة مصرية أمريكية هتكون أكثر نشاطا في الفترة القادمة وفيها قدر كبير جدا من التفاهم، ولكن برضو لازم نتوقع دائما أن هناك هيكون بعض يعني الإشارات المستمرة من الجانب الأمريكي في موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية هو أشار إليها بشكل خفيف في حديثه، ولكن في المجمل هناك توافق كبير في المواقف والسياسات المصرية والأمريكية في الفترة القادمة. ماذا تعني مقابلة الابن صلاح سلطان قبل ما يجي لمصر في الحوار الاستراتيجي؟ مقابلة مين حضرتك؟ مقابلة نجل صلاح سلطان اللي تخلى عن جنسيته المصرية وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو ده الإطار اللي أنا بقول لحضرتك فيه، إن هو الولايات المتحدة سوف يعني تحاول الظهور دائما إن هي مناصرة للحريات وحرية الأفراد وحرية التعبير وخلافه. هتكون في بعض العلامات الرمزية وبعض المواقف الرمزية اللي هيقوموا بيها إرضاء للرأي العام الداخلي عندهم هناك، إن هم يعني سياستهم لم تحيد عن دعم موضوعات حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الرأي وخلافه. وأيضا هتلاقي من حين لآخر بعض الاتصالات بجماعة الإخوان أو سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وده الموضوع دوت يعني ما يخليناش إن احنا ننظر بشكل سلبي للمواقف الأمريكية، إن هم لهم يعني محدداتهم اللي مش هيتخلوا عنها على الإطلاق، وفي نفس الوقت احنا مهم إن احنا يعني نحقق مصالحنا ونحصل على ما نريد وهو ده الأهم. هل في تطابق في وجهات النظر بشأن كيفية التعامل مع المناطق المتفجرة في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط أو مناطق الأزمات زي سوريا واليمن وليبيا والعراق، وطبعا القضية المركزية كما أشار ليها وزير الخارجية المصري القضية الفلسطينية، ولا هناك بعض الإشكاليات أيضا في كيفية التعامل مع هذه المشكلات؟ لا، في اشكاليات اكيد طبعا، لا زالت هناك اشكاليات وخاصه. طيب اذا كان في اشكاليات سعاده السفير، هم متفقين على ايه؟ يعني ايه الارضيه المشتركه اللي هم متفقين عليها؟ الارضيه المشتركه ان مصر ركن اساسي دلوقتي في العمل في منطقه الشرق الاوسط ولا يمكن تجاهلها، ويعني هو له ركائز، الولايات المتحده لها ركائز الان في المنطقه اللي هي تركيا وايران واثيوبيا واسرائيل. مصر الان يعني ركيزه اساسيه في العمل وركيزه مقبوله، يعني هو ده ميزه مصر، ان مصر ركيزه. نعم، هي كانت ركيزه غير مقبوله في الفتره السابقه، الان اصبحت ركيزه مقبوله. مظبوط، ده التطور اللي نقدر نقول عليه انها ركيزه مقبوله سواء كان من دول المنطقه او من العالم الغربي. نعم. دول المنطقة كمان يعني انت لما تتعامل مع مصر غير ما تتعامل مع دولة زي اسرائيل او تركيا او اثيوبيا او اي دولة اخرى او ايران حتى، فبالتالي هذه الدولة هي الدولة المستقرة المقبولة لدى دول المنطقة، وتستطيع الولايات المتحدة ان هي تتعامل معها بشكل قوي في الفترة القادمة. وهذه هي النقطة الأهم في هذا الحوار الاستراتيجي اللي حضرتك خلصت إليه. بشكرك شكرا جزيلا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. إذن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يعد هو الركيزة الأساسية في بناء الثقة في المرحلة
القادمة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. مصر في كل الأحوال والأشكال هي ركيزة في هذه المنطقة، لم تكن مقبولة ما بعد ثورة 30 يونيو، أصبحت الآن مقبولة بحكم التصرفات والاختيارات المصرية، وهو ما نتج عن كلمات وزير الخارجية الأمريكي.